يسعد مساكم، يسعد صباحكم جميعا. في اي وقت عم تتابعونا كنتوا؟ انا ما بعرف صراحة اذا الصوت واضح ولا مو واضح، لكن يسعد اوقاتكم جميعا. اذا اسف جدا على الصوت اذا كان شوي عالي او مرتفع او غير واضح، فاتمنى انه نفيدكم. الفيديو الماضي تكلمنا عن تسويق الازياء والامور اللي نحتاجها لتسويق الازياء. اليوم راح نكمل معكم، نحن نتعرف على الأساسيات لنشتغل بهالمجال، إن كان بنظام أفلييت أو كان بنظام علامة تجارية. أوكي، فأول أشياء لازم نتعلم، يعني لازم نعرفها، فهي نشتغل مع الشركات أو نشتغل بنظام أفلييت. نظام أفلييت يعني نظام عمولة، نشتغل مع شركات، ناخذ منتج من شركة ونحاول انه نسوي لهذا المنتج ونحصل مبيعات للشركة، ونحن بناخذ عمولة. عمولة ان كانت 10% 5% من سعر المنتج. ففي مواقع كتير ممكن نشتغل عليها في نظام الافلييت. في عندكم مثلا مثل شركة امازون، اي متجر الكتروني فيه نظام، متجر الكتروني كبير فيه نظام افلييت، كان بالوطن العربي ولا كان دول اجنبية. إن كان الوطن العربي في شركة نون، في متجر سوق، في شركة أمازون بالإمارات، كلها بتشتغل بنظام أفلييت. فيكم تاخذوا منتجات منها وتسوقوها على مواقع التواصل، على مواقع التواصل الاجتماعي عبر السوشيال ميديا. طبعا بتاخذوا عمولة عليها، وهيك أمور لازم نحتاج لعدة أمور أساسية يعني مشان نشتغل بهالمجال. نحتاج لحساب باي بال، بعض الدول ما فيها حساب باي بال، فينا نلتجئ لشي تاني، منصة دفع تانية اللي هي منصة سترايب اسمها، اوكي، او من خلال بايونير. هاي ثلاث اساسيات معلومات دفع يعني تكون متوفرة مع عند كل اي شخص بيشتغل بهالمجال، او حساب بنكي. تسويق للشركات، كيف نشتغل؟ يعني افضل منصات انه نشتغل فيها تسويق الشركة، اهم المنصات ممكن نشتغل فيها نظام العمولة. نظام العمولة هو نظام كوميشن، يعني ناخذ كوميسيون، ناخذ منتج ونحن بنحاول انه نروج هذا المنتج على طريق السوشيال ميديا، على الانستغرام، فيسبوك، تويتر. اوكي، فشو هي المنصات اللي ممكن يعني نستفاد منها بكثرة، او ممكن نشتغل فيها بمجال الازياء حصرا يعني؟ اوكي، في عندكم شركة نون، وفي المتاجر التركية اللي بتشتغل، لان تركيا معروفة بالازياء او بالموضة. فاغلب المتاجر اللي موجودة في تركيا بتبيع فساتين واكسسوارات، وبتبيع امور خاصة بالازياء. اوكي، فهي فيها نظام افلييت، خلينا نتفق على الشيء. اوكي، فنحن بنحاول انه نسجل، نعمل حساب في هاي المنصات وناخذ منتجات ونعمل لها بروموت، يعني نعمل لها اعلانات على السوشيال ميديا، ان كانت اعلانات مدفوعة او ان كانت اعلانات مجانية، من خلال اذا كان شخص عنده متابعين على السوشيال ميديا، عنده انفلونس على السوشيال ميديا، فهذا الشيء ممتاز جدا. طيب، خلينا انتهينا من نظام الافلييت، موضوع جدا بسيط وجدا سهل، واكيد راح نشرحه في وقت يعني بالايام الجاي بشكل عملي. خلينا ننتقل للعلامة التجارية. اذا انت معك يعني، او انت عندك شوية امكانية مادية وحابة انك لا تشتغلي، بس تشتغلي شغلك يكون لإلك، يعني تعملي علامة تجارية، وهي العلامة التجارية انت منتجات لإلك، وانت تشتغليها او انت تشتغلها وتبيعها وتروج لإلها. شو هي اساسيات لازم تكون متوفرة يعني لنجاح هاي العلامة؟ تمام، شوف، في عنا نوعين من العلامة التجارية. اوكي، هي يا بتبيع منتج ديجيتال او منتج فيزيكال. المنتج الديجيتال، الديجيتال فهو منتج بينباع اونلاين، يعني غير ملموس. اوكي، مثل كورسات تعلم تصميم الازياء اونلاين، فيك تشتري الكورس اونلاين
وتحضريه أونلاين تدفعي سعره، هي منتج ديجيتال غير ملموس. منتج فيزيكال مثل فساتين السهرة، أنا بشتري فستان سهرة أوكي، لكن الفستان لكن شيء منتج ملموس، منتج أنا بشتريه بصلني وبلبسه وبستخدمه أوكي. شو يعني وشو المواقع نحتاجها؟ النقطة الثانية، شو المواقع نحتاج للعمل عليها لحتى نبدأ بهيك عمل؟ يعني نحتاج مواقع عدة، لكن الأهم والمعروفة والأغلب 90% من الأشخاص اللي بيشتغلوا فبيحتاجوا هاي المواقع تمام حاليا بالوقت الراهن، اللي هو الأول موقع كانفا، تحرير الصور فيكم من خلاله بتكون تحرير الصور، إنشاء بانرات إن كان للسوشيال ميديا، للمتاجر، للفيديو، للسوشيال ميديا، أيا كان فهو أفضل موقع مجاني 100% فيكم تستخدموه لتحرير الصور وإنشاء بانرات وإنشاء بوستات على السوشيال ميديا، على انستغرام وعلى الفيسبوك، فيه متاح فيه بجميع المقاسات وجميع، فيه كتير تامبلت وفيه كتير أفكار جدا غنية أوكي. المنصة الثانية بنحتاجها ليكون عندنا متجر لهي العلامة التجارية، فهي منصة طبعا غنية عن التعريف، منصة شوبيفاي، أفضل منصة للتجارة الإلكترونية وأفضل منصة ممكن تشتغل عليها وسهلة الاستخدام وفيها ميزات كتير جدا ممتازة وسعرها مو كتير غالي صراحة، ممكن نستخدمها للتجارة الإلكترونية ونبني عليها متجر أونلاين أوكي، وبتقبل جميع طرق الدفع، ماستر كارد، كريدت كارد، باي بال، حساب بنكي. الشيء الثاني اللي بنحتاجه لحتى لي نشتغل فيه تمام، فهو نحتاج ل مثل ما قلنا محرر صور موقع كانفا، نحتاج لمحرر فيديو كمان. شوفوا موقع كانفا فيكم تحرروا عليه فيديو لمدة دقيقة، أنا ما بنصح بأكثر من هيك، فيكم تحرروا عليه فيديو لمدة، تعملوا مونتاج لفيديو لمدة 5 دقائق 10 دقائق، لكن رح يكون تقيل كتير وبده وقت لحتى لي يعني بعذب شوي. في مواقع وفي برامج نستخدمها نحن لتحرير الفيديو لعمل مونتاج لفيديو أكثر من 3 دقائق، مثل موقع يعني في موقع اسمه إن فيديو وفي برنامج اسمه كامتازيا ستوديو، فهي أفضل شيء لحتى لي نستخدمه للمونتاج الفيديو أوكي. طيب نجاح العلامة التجارية على شو بنبنى؟ بنبنى أول شيء على خدمة العملاء، يعني لما زبون بيشتري تمام بحاول يتواصل مع خدمة العملاء، فلازم يكون في خدمة عملاء تمام على مدار 24 ساعة يتواصل مع الزبون، يقدموا له معلومات، إذا الزبون حب يعرف وين المنتج تبعه أو إذا في مقاسات ما في مقاسات، خدمة العملاء جدا مهمة تمام لنجاح العلامة التجارية. ثانيا نوع المنتج وجودة المنتج، يعني لنجاح الموضوع لازم يكون في منتج بجودة عالية، بحيث زبون لما يشتري منتج أول مرة يشوف أن جودته عالية ونوعية المنتج ممتازة، فرح يرجع تاني مرة وثالث مرة ورابع مرة ويخبر رفيقه ويخبر صاحبه ويخبر أهله أنه اشترى منتج من عند فلان فلان فلان، فهيك تكسبوا زبون، يعني زبون دائم بصير عطول بصير يشتري من عندكم، بيشتري مرة ومرتين وثلاثة وعشرة وألف. لكن في بعض العلامات التجارية لا ما بتتبع الأسلوب، تبع الأسلوب أنه لا زبون طيار بيشتري مرة وخلاص فكت يا عرب، انه خلاص انتهينا من الموضوع. طبعا هذا شيء غلط، نحن بنشتغل اوكي بنقدم منتج ممتاز للزبون بحيث الزبون يرجع يشتري مرة ومرتين وثلاثة وعشرة وألف اوكي، وهي النجاح كان نجاح من نجاحات شركة امازون معروف.
ثالثا الشحن ومدة الشحن. شوفوا خلينا ناخذ مثال، ناس كتير بتشتري من المواقع الصينية مع انه مدة الشحن في يعني خدمة الشحن بتطول، لكن ليش الناس بترغب للمواقع الصينية بتشتري منها مثل علي اكسبريس، علي بابا وغيره وغيرها؟ السبب انه منتجات المنتج رخيص، لكن مدة الشحن ممكن تاخذ شهر، ممكن تاخذ 40 يوم. فبتلاقي اغلب الدول الاوروبية والاجنبية قليل جدا ما تلاقي انه شخص اوروبي يشتري من موقع صيني. السبب اول شيء في جمارك، وثاني شيء في ضريبة اوكي لدخول منتج للاتحاد الاوروبي، وثالث شيء مدة الشحن اللي يعني جدا طويلة، 20 ل 30 يوم اوكي. فمدة يعني الشحن جدا مهم، الشحن جدا مهم. مثل مثال شركة امازون، شركة امازون في اوروبا وامريكا واستراليا وباقي الدول، لما شركة الامازون اوكي تطلب منتج من شركة الامازون، اول يوم ثاني يوم المنتج عندك، ثاني يوم. احد ميزات امازون الرهيبة، يعني شركة امازون عندها شحن خاص فيها، اول يوم تطلب المنتج، ثاني يوم المنتج عندك بالبريد. هاي يعني افضل ما يمكن. رابعا تقديم عروض دائمة للزبائن بشكل مستمر. انت لما بتهتم بزبون او انت لما بتهتمي بزبون اوكي بتقدمي له عروض، بيشتري من عندك اول مرة، فتاني مرة بتبعتي له عرض تخصم 20% فرح يشتري، ثالث مرة تبعتي له عرض 10% على منتج جديد فرح يشتري، رابع مرة بعتي له عرض مثلا 50% رح يشتري، خامس مرة بعد ما يصير في كم من المبيعات لمنتج لزبون واحد، فنحن شو مسوي؟ منقدم له، لا منقدم له منتج مجاني حتى نكسبه بشكل دائم اوكي. هاي رابعا. خامسا والأهم والأهم جدا، إنشاء داتا للشركة من خلال معلومات الزبائن. كيف؟ نحتاج لموقع موقع نجمع فيه الداتا، مثل موقع إيميلات، مثل موقع كانفا أوكي، موقع عفوا كلافيو، فهو موقع للإيميل ماركتينج، تسويق عبر الإيميل. ومنحتاج ل يعني موقع نخزن فيه هاي الداتا، مثل الدرايف تبع جوجل. هاي ابسط الامور عم اعطيكم انا، طبعا في مواقع كتير، لكن هاي مواقع كلها بدها شرح وبدها وقت للشرح اوكي. فنحن عم نختصر عليكم الموضوع، معطيكم شيء سهل والبسيط، او من خلال برنامج شيت تبع الجوجل فيكم تجمعوا عليه هاي الداتا، اللي هي رقم الهاتف تبع الزبون، الايميل تبعه، بحيث نعمل تسويق للايميل، نعمل تسويق المنتجات عبر الايميل، ايميل ماركتينج. طبعا انا فيني فرجيكم يعني مثال بسيط على الايميل، لكن في فيديو تاني انه كيف نعمل ايميل ماركتينج وشو الارباح الممكن يعني نجنيها من هالموضوع، من يعني من تسويق عبر الايميل اوكي. هي خامسا. فالخامسا هي اهم شيء، انه الداتا تبع الشركة يعني للعالم التجارية اوكي. طيب اذا انا ما عم اشتغل اونلاين، عم اشتغل عندي محل اوكي، كيف فيني احفظ هاي الداتا؟ هلا انت شوف، الشغل اونلاين، تسويق اونلاين غير انك يكون عندك محل وعم تبيع على ارض الواقع. هاي رح نستبعد هاي الفكرة انك انت عندك محل وعلى عم تشتغل على ارض الواقع، فنحن ما لنا فيها. نحن ان الشغل اونلاين، نحن داخلين بزنس اونلاين اوكي، فبنحتاج هاي الامور اوكي، وبنحتاج هاي المعلومات ان شاء الله. وان شاء الله رح يكون في فيديوهات كتير وشروحات كتير رح تستفادوا منها، وراح تكون مفيدة لكم، وراح أعرفكم كتير أمور وكيف ننشئ متجر إلكتروني
وكيف نربط بوسائل الدفع والمنتجات منين نجيبها، وكيف نتعامل مع الشركات وكيف نجيب منتجات من الشركات بأسعار مناسبة، نعمل لها إعادة بيع، إعادة يعني نبيعها باسم البراند تبعنا. أوكي، كيف فينا نعرف المنتجات؟ خلينا ناخذ شوية معلومات. كيف فينا نعرف المنتجات الرائجة عبر السوشيال ميديا؟ عبر السوشيال ميديا، فهي طبعا عملاق التجارة الإلكترونية، فهو الفيسبوك. أوكي، إعلانات الفيسبوك، كيف فينا نصل لمعلومات أي شركة؟ شو الإعلانات اللي عم تعملها مشان نحنا ناخذ مثال على المنتجات اللي رائجة حاليا والناس عم تشتريها؟ بنروح على شيء اسمه فيسبوك ادس ليبري، يعني مكتبة الإعلانات تبع الفيسبوك. مكتبة الإعلانات تبع الفيسبوك، تمام، فيكم تشوفوا هون كل الشركات اللي عم تعمل إعلانات بالمنطقة اللي انتم بدكم اياها، يعني بالمنطقة اللي انتم مقيمين فيها. هلا انا مقيم في ألمانيا، بحط ألمانيا مثلا، دورت على دريسس، اوكي، كتبت هون دريسس، تمام، فشو بشوف كل شيء، كل شيء شركات، كل شيء صفحات على الفيسبوك عم تعمل اعلانات للدريسس بتطلع لي هون مثل ما انتم شايفين. انا هون باخذ فكره، تمام، عن الشركات، عن شو عم تعلن، اوكي، شو المنتجات الرائجه. طيب انا كيف فيني اعرف اذا هذا الاعلان اللي عملته هاي الشركه اعلان ناجح ولا مو ناجح؟ اعلان عم يجيب لهم مبيعات ولا مو عم يجيب لهم مبيعات؟ هل هو اعلان جديد ولا قديم؟ طبعا هاي الموضوع، يعني إذا كان إعلان قديم ببين من التاريخ، بدء التشغيل في 20/12/2021، يعني هذا إعلان صار له تقريبا من امبارح شغال، هذا إعلان صار له تقريبا 5 أيام شغال، هذا الإعلان صار له من أول الشهر شغال، أول شهر 12 شغال، أوكي، اللي هو فريش دريس شوب، أوكي. كيف وكيف نعرف اذا الاعلان ناجح ولا مو ناجح؟ هل الاعلان عم يجيب مبيعات للشركه ولا ما عم يجيب مبيعات؟ لما نعرف انه الاعلان عم يجيب مبيعات ولا ما عم يجيب مبيعات، بناخذ الداتا تبع الاعلان، فبنلاقي انه الاعلان في 3 اعلانات هذا التصميم والنص مثل ما كنتم شايفين، 3 اعلانات لنفس المنتج. شو معناتها؟ معناتها انه الشخص اللي عم يعمل اعلان لهذا المنتج، هذا المنتج عليه مبيعات وعامل له سكيل، عامل له يعني اكثر من اعلان، فمعناته انه عم يجيب مبيعات، فهو عامل له سكيل. اوكي، خلينا نشوف اعلان ثاني. شوفوا هي منصة الاعلانات الفيسبوك، اوكي، منصة كتير غنية بالاعلانات، منصة كتير قوية وكتير عم تحقق مبيعات، تحقق كتير يعني أفضل إعلانات، فهي منصة إعلانات فيسبوك. في منصة حاليا رائجة جدا للإعلانات، هي منصة تيك توك، يعني منصة تيك توك كسرت الدنيا، إن كان بالإعلانات وإن كان بالمحتوى، وإن كان حتى شركة يوتيوب حاولت إنها تشتريها وما قدرت، ما رضوا يبيعوها لمنصة تيك توك، مشان بس هيك خبر على السريع. يعني شركة جوجل حاولت دفعت هذيك المبالغ لشركة التيك توك مشان يشتروها ما قدروا. شوفوا تلاقي استخدم 3 اعلانات هذا التصميم والنص، 3 اعلانات معناتها المنتج، معناتها المنتج رابح، معناتها المنتج عليه مبيعات، المنتج عليه مبيعات، لو ما عليه مبيعات ما بيعمل اعلان. خلينا نشوف هون 10 اعلانات لنفس المنتج، شو معناتها؟ معناتها انه المنتج عليه مبيعات، المنتج عم يجيب مبيعات، فهو عامل له سكيل، اوكي، عامل له اكثر من اعلان بنفس المنتج. هي هيك بنعرف، هيك بندور. وفيكم تختاروا انتم هون منصة البحث، تختاروا الشيء اللي بدكم تدوروا عليه بالضبط، اوكي، والمنطقة، البلد اللي انتم بدكم تدوروا عليها، يعني اللي بدكم تروجوا تسوقوا لإلها. فيكم تختاروا الدولة بكل بساطة، أستراليا، أوروبا، إسلام. هاي منصة إعلانات الفيسبوك الأدس ليبري، أوكي، فهي منصة تقريبا جدا مهمة
لتعرفوا شو في رائج وشو في منتجات عم تنباع بالأسواق أونلاين. أوكي، فإن شاء الله راح يكون الدرس القادم، الفيديو القادم إن شاء الله عن إنشاء متجر إلكتروني، الأساسيات اللي نحتاجها لإنشاء متجر إلكتروني، وكيف فينا نتعامل مع الشركات ونحصل على منتجات، نحاول نعمل لها براند لهي المنتجات ونبيعها أونلاين. فبتمنى منكم إذا حد عنده أي استفسار أو أي تعليق يكتب لنا بالوصف تبع الفيديو، ولا تنسونا من دعمكم، تعليق، مشاركة وإعجاب، ولا تنسوا الاشتراك بقناتنا على اليوتيوب لحتى يصلكم كل جديد. نتمنى لكم أيام سعيدة، وإن شاء الله سنة جديدة جاية علينا بالخير، علينا وعليكم، وكل عام وأنتم بألف خير.